50 شاباً وشابة يشاركون في الدورة التدريبية على المهن في جمعية المقعدين وأصدقائهم باللاذقية لتأهيلهم وإكسابهم المعارف للانطلاق بمشاريعهم الخاصة. أردنا أن نعلم الشباب والشابات مهن تعينهم على الحياة، مثل مثلا المنظفات، مثل المكياج، مثل وكل مهن، تصفيف الشعر، تقليم الأظافر، تزيين الأظافر، وهكذا، يعني كل المهن التي تسعى إليها النسوة، وهذا حق مشروع. وطبعا دوراتنا دورات مو بس أنها تدريبية، كمان في احتراف، يعني في منهم عم يعملوا الدورة على مرحلتين احتراف مشان يدخلوا على سوق العمل مباشر. دورتنا كانت مدتها قصيرة، بس كانت شوي الدروس مضغوطة مشان نحن نشتغل فورا، تعرفي انت. هلأ اليوم بدهم يستلموا شهاداتهم، هنون الناجحين طبعا كلياتهم، لأنهم تعبوا على حالهم. طبعا هي دوراتنا كتير كانت سهلة وما فيها هالصعوبة كلها، يعني وفي كان في استوعاب من المستفيدات والمستفيدين. إن شاء الله نكون يعني قدرنا أنه نعطيهم هاي المعلومات الكافية أنه نستفادوا ويفتحوا مجال العمل لإلهم. مهن متنوعة وخبراء يقدمون المعلومة الصحيحة للسير في طريق النجاح. هلا هنا عمليا ضمن هي الدورات كانوا عم يتعلموا يكونوا مهيئين لحتى يدخلوا على سوق العمل، فمباشرة كانوا عم يدخلوا على سوق العمل وكانوا عم بيبدعوا، فطلع من عندنا كثير نماذج مبدعه والحمد لله. طبعا كنا نحن بدوراتنا عم نستهدف جميع الفئات العمريه. تعاونوا معنا وعلمونا الشغل، المنظفات، الشامبو، سائل الجلي، مسحوق الغسيل، وكل شيء بدنا اياه. استفدنا كثير 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 منيحه، يعني انا من الناس اللي طلعت تقاعد ودرست طلعت تقاعد، بس يعني في شغف لهالحب لهالعمل هيدا، وكمان يعني بيساعدنا ماديا. اكتساب للمهارة والمعرفة بشغف تشكل لدى المتدربين رغبة جادة في الاعتماد على أنفسهم للدخول بسوق العمل وتكوين مشروع يحسن من واقعهم المعيشي.